دائماً معنا في سكاي نيوز عربية. بداية يعني هل يسعى فيسبوك حقاً للسيطرة على العالم الرقمي؟ هلا نحن أهمية هالمؤتمر تبعو الفيسبوك إذا بنشوف السنة الماضية والسنة اللي قبلها يلي بيفرجينا طريقة تفكير فيسبوك وين هن هلا وين حابين يوصلوا فيها. بالمؤتمر هذا حكوا عن تصورهم لفيسبوك ولواتساب ولانستغرام وكيف هالمعلومات كلها اللي موجودة عليهم كيف حتتواصل سوا، وكمان عم يحكوا لعشر سنين لقدام وين حابين هن كمؤسسة فيسبوك تكون. وإذا ما نطلع على مؤسسة فيسبوك كسوشيال ميديا بلاتفورم كمؤسسة، هو هلأ يعني صار خارج نطاق الإعلام الاجتماعي، هن صارت مؤسسة تقنية متطورة كتير عم تخلق أسس كاملة لتطور التقني من هون لعشر سنين لقدام خارج نطاق الإعلام الاجتماعي. فتفكيرنا نحن كفيسبوك كبس بإطار الإعلام الاجتماعي هو تفكير قديم يلي هو فيسبوك 2010-2011. إذا نشوف فيسبوك اليوم تبع 2016-2026 مثل ما هني يعملوا، هني مؤسسة تقنية رائدة. يعني مثلا إذا من سنتين إذا حدا قال لك، إذا أنا قلت لك إنه والله فيسبوك عم تطور طائرة من دون طائر، كنت قلتي لي إنه أيمن فيسبوك هو أنت مغلط، في هو فيسبوك منصة للإعلام الاجتماعي، بس فيسبوك عم تطور يعني طائرة من دون طائر لحتى يوصلوا إنترنت للناس، إدخال الكثير من المزايا الجديدة. لو تحدثنا عن أحد هذه ربما المزايا والخاصيات، نتحدث عن شات بوتس، إدخال هذه الخاصية لفيسبوك ماسنجر، كيف ستتغير ربما طريقة عمل الشركات مع هذه الخاصية الجديدة، وخاصة بأن حتى اللحظة ربما ردود الأفعال لم تكن إيجابية على تشات بوتس؟ يعني أنا صار لي فترة عم أشتغل مع مؤسسات تجارية بكذا بلد عربي، وعندهم مشكلة عم يكون إنه كتير من الناس عم تسألهم على فيسبوك، عم تسألهم إذا بدي أحجز أوضة بأوتيل، إذا عندي مشكلة بدي دعم فني، إذا بدي أعرف شو في أخبار، إذا نحن مؤسسة إخبارية. كتير من أسئلة الناس عم بتكون عن طريق صفحة الفيسبوك. فمنشان هيك فيسبوك طورت الفيسبوك ماسنجر وكمان تطبيقات صغيرة سمتهم بوتس. إذا شخص سأل سؤال على صفحة فيسبوك عن دعم فني، في يجي جواب دعم تلقائي إذا كان من الأسئلة اللي دائما يلي بتنسأل. يعني مثلا إذا حدا بيشتري غرض، إذا هذا الغرض موجود قديش سعره، إذا بده دعم فني. ففي تقنيات عم بتكون موجودة لحتى يكون في دعم تلقائي وجواب تلقائي من دون إنسان وراء هالصفحة عم بيجاوب هذه الأسئلة يلي دائما بتنسأل على صعيد يومي. طيب أيمن، هل فعلا سيؤمن فيسبوك إنترنت مجاني في الدول الفقيرة؟ وإذا نعم يعني كيف سيؤمن ذلك ومتى؟ هلا لحتى يقدر يوصل فيسبوك انترنت لبلدان ما عنده انترنت عم يضطر يعمل تقنيات رائده. يعني مثلا طائره من دون طائر على علو كتير مرتفع بتضل على اشهر عم تطير فوق الارض، عم تعمل بث للانترنت بمناطق ما فيها خطوط انترنت. اذا بدك في تقنيه ثانيه عم يستعملوها كمان، عم يستعملوا اعمده الاناره يلي موجوده ببلاد معينه يلي بتقدر من عن طريق الضوء اعمده الاناره كمان يوصل انترنت لهيدي المناطق المعينة. فهذه تقنيات كلها جديدة ومتطورة يلي فيسبوك عم يقدر يطورها لقدام ليوصل الانترنت لهذه البلاد. طب أيمن، يعني فيسبوك هنا يعلن عن خريطة طريق شاملة ربما يعني سيدخل في كل المجالات، وبالتالي هنا السؤال، هل هناك فعلا شركة قادرة على منافسة فيسبوك بقوة؟ هلا يعني فيسبوك عم تكون رائده بهال بهال بهالتقنيات اللي عم نحكي فيها هدول، بس في غير مؤسسات كمان عم بتكون شغاله فيها. يعني مثلا اذا بنحكي عن مؤسسات كمان عم تطور تقنيه انترنت سريعه وكانت توصل لبلدان نائيه، هو مؤسسه جوجل مثلا عم تعمل هالمواضيع. يعني في قصص فيسبوك بيشتغلوا فيها مع جوجل بتقنيات معينه، في بتقنيات ثانيه بيكون في يعني منافسه على حد ما على التقنيه. والحلو بهالموضوع انه التقنيات كلها جديده، فما في جواب صحيح وجواب ناهي لهالموضوع. التقنيه بدها تتطور لقدام، وحسب كيف تطورها وكيف الناس تستعملها بتصير هي الناس اللي بتستعملها هي اما غيرها.
أيمن، يعني البعض يقول أن استعمال فيسبوك، استخدام فيسبوك يعني قل، انخفضت نسبته قليلا في السنوات السابقة، ربما تحليلات بوجود الإنستغرام والإقبال الكثيف على تويتر، ما رأيك بذلك؟ هلا في كثير حكي بهذا الموضوع، بس اذا بتشوفوا شو هن التطبيقات اللي اكثر شيء عم تتنزل بالتطبيق، يعني بالستور، بالابل ستور او بالبلاي ستور على صعيد عالمي، عم بيكون دائما يلي بالتصدر هو فيسبوك وواتساب وانستغرام، وهول الثلاثه يلي بتملكهم فيسبوك. ففيسبوك يعني ماسكي، يعني حيلا حدا عنده تليفون جديد عم بينزل هذه التطبيقات ويستعملها، فعم بيكون في استعمال كثير كبير لفيسبوك، وخاصه عن جديد لاستعمال الماسنجر اللي عندهم يعني 900 مليون مستخدم، وفيسبوك صار لها حوالي سنه ونص عم تعمل ضغط لحتى الناس تستعمله بطريقه احسن، وعم يطوروا فيه واحسن. نعم، ولكن لا تعتقد لربما هناك او في اعتقاد عند البعض بان هذه الاستراتيجيه او خريطه الطريق لن تنجح، لان فيسبوك تحاول ربما الدخول في كل المجالات مره واحده؟ يعني من قبل كانت هناك نعرف بان فيسبوك مخصص لشيء محدد، الان فيسبوك يحاول السيطره على كل شيء. من شيء 4 سنوات كان في كتير حكي انه يعني هل فيسبوك الى زوال مثل ما كان قبله، مثل ماي سبيس وغير منصات معينه. بس لما نشوف فيسبوك قديش عم بتطور فيسبوك بحد ذاته، وعم بتزيد تفاصيل على انستغرام وعلى واتساب، وعم تشتغل على تقنيات رائده ما موجوده هلا بطريقه متطوره، هن عم بيحطوا امكانيات وراها لحتى يطوروها، بيبين انه فيسبوك وصلت لمرحله هي من المؤسسات التقنيه الرائده يلي بتعرف حالها لوين واصله، عم تعرف تقدر تخلي حالها موجوده من هون لعشر سنوات. ونخلي بالنا فيسبوك عمره 10 سنوات، يعني مش من زمان احتفلت ب10 سنوات، وهلا عم تعمل ل10 سنوات لقدام، ففيسبوك موجوده هلا هون باقي. شكرا لك، كنت معنا من دبي خبير تقنيه المعلومات ايمن عيتاني.